أزمة إيطالية فرنسية جديدة حول طائرة إيطالية تحطمت قبل 43 عاماً، والسبب تصريح رئيس الوزراء الإيطالي السابق جوليانو أوماتو بأن صاروخاً للقوات الجوية الفرنسية كان يهدف لاغتيال الزعيم الليبي آنذاك معمر القذافي أسقط بطريق الخطأ طائرة ركاب إيطالية فوق البحر الأبيض المتوسط، متسبباً بمقتل جميع ركابها البالغ عددهم 81 راكباً عام 1980. أوماتو طالب في مقابلة صحفية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتأكيد أو نفي هذه الرواية، قائلاً إنه مقتنع بأن فرنسا ضربت الطائرة أثناء استهداف طائرة عسكرية ليبية على متنها القذافي. حطام الطائرة لم يفك اللغز سابقاً، أو على الأقل لم تنشر أسباب التحطم بشكل رسمي، لكن رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني دعت أوماتو لتقديم أدلة على روايته لتتمكن حكومتها من متابعة أي تحقيق إضافي.